السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى الفيديو يلقاكم جميعا بخير وألف خير. الفيديو ديال اليوم حلوة ديال التمر اللي ما كان ظن شي بيت كيستغنى عليها في عيد الفطر. جبت لكم الطريقة ديالي، طريقة رائعة البنات، إن شاء الله تعجبكم. طريقة التزيين ديال التقليدية بهذا الشكل، هذا بالذات هذا الشكل التقليدي. ما نطولوش يا البنات وندوزو. أنا شاركت قبل في القناة ولكن غنعاودها معكم، فوقاش ما غنعدلها غنعاودها معكم. نقولوا بسم الله. عندي أول حاجة التمر هنايا، أنا عندي فيديو خاص بالعجينة التمر ولكن هنا غادي نعدلو معكم ماشي مشكل. هنا عندي مغرفة كبيرة عامرة ديال الزبدة، عندي هنا تقريبا نص كيلو ديال التمر، انا عملنا ليه نص كاس ديال الزنجلان مكسرات، عملوا اللي بغيتوا، عملوا اللوز مطحون، عملوا الكركاع، استغنوا عليهم ما كاين حتى شي مشكل. غنعمل هنايا ملعقه ديال ماء الزهر، وغنعمل مغرفه كبيره ديال القرفه. كاين اللي كيبغي يعمل قرنفل البنات، فيه اللي كتعجب انك هاد القرنفل تضيفها، كذلك تضيف واحد راس مغرفه صغيره باش ما يجيش مغلب الطعم ديالو. غنعجن هاد العجينه ديال التمر. الزبده البنات كتخلي التمر يبقى رطيب وخف الفران ما كينشفش. انا هاد التمر هذا البنات رانا بخرته، ماشي العجينه ديال التمر، التمر مبخر كيجي احسن من العجينه، ولكن اللي متوفر عملوه. صافي هنا عدلتو، غادي ندوز نعدل العجينه. عندي الزبده 400 غرام هنا بحراره الغرفه، غنعمل له هنايا 3 المعالق كبيره ديال السكر بودره، او تعملوا 2 معالق كافيه. وغنضيف صاشي ديال الفانيليا، غنخلط هاد المكونات السكر والزبده مع بعضهم مزيان حتى نحسو ديك السكر دابنا معاها ولا الخليط رجع بحال الكريمه. بيدنا بالعجانه بالخلاط اليدوي بحال اللي كنخلط انا، كيفاش ما بغيتو عملوها. نخلطها مزيان، نحاولوا سكر كلاصي تغربلوه باش مابقاوش ديك الحبيبات. صافي ونضيف هنايا عندي زيت المائدة، اللي غنضيف هنايا 3 ديال المعالق او 4 ديال المعالق كبيرة ديال زيت المائدة. الزيت البنات في الوصفة هي اللي كتعطينا التقرميشة، قبيصة الملح ضروري في الحلوى البنات، كتطلع النكهات. وغادي نخلط هاد المكونات. ديك شوية دي الزيت اللي كنعملوها البنات هو اللي كيعطينا التقرميشة، هاد العجينة ديال التمر ما تجيش غير الزبدة مرملة. غنضيف هنا بيضه، تقدروا كذلك البنات تضيفوا جوج بيضه كتماسك العجينه، ما تجيش مرمله كتفتت. كتجي العجينه متماسكه وفي نفس الوقت رطبه. بغيتوا تعملوا بيضه بغيتوا تعملوا جوج، بجوج بهم كيجيو مزيانين. غنخلط كذلك، ندمج المكونات. كذلك البنات انا ضفت على العجينه هنايا ملعقه ديال ماء الزهر، تقريبا ملعقه كبيره ديال ماء الزهر، كتجي نسمة مزهر مزيونة في الحلوى ديال التمر. غنبدا نضيف الدقيق البنات هنا، أنا جبت كيلو هنا غادي نعمل منه، ومن بعد نقول لكم شحال بقى لي من هذاك الكيلو. غادي نبدا نعمل الدقيق ونجمع الحلوى. دائما البنات ما كندلك ماشي كندلكوها، غير كنجمعوا الخميرة ديال الحلوى. أنا عملت هنا نص ملعقة صغيرة بركة. غنزيد كنضيف الدقيق وأنا كنجمع، بحال اللي قلت البنات ماشي كندلكو ماشي كنعجنو، كنجمعو فقط باش الحلوى الطحين ما يطلقش الخيط وتجيكم العجينه ديالك كتجبد. غنجمع هنا بحال اللي كتشوفوا في الاخر، كنبداو غير نرشوا البنات ونجمعوا نرشوا ونجمعوا باش ما نمشيش نفوتوا في الدقيق. صافي كنجرب انا هنايا وكنشوف واش باقي خصها وكنزيد. ها هي كنشوف هنا، غنجرب الشكل الا بغيت نخدم به، واش مطواعه اولا كتهرس اولا يعني زايده طحينه ولا ناقصه. هي مزيان العجينه، غنلويها ببلاستيك غذائي ونخليها ترتاح شويه غير البنات. وكان الدقيق دات ليا البنات 600 ديال الغرام، انا المقادير كنكتبو في صندوق الوصف. التمر البنات شكلته طبعا ضروري نسبقو نشكلوه بهذاك الحريبلات عاد ندوزو نعدلو الحلوى. العجينه هي انا كانت لي في الثلاجه البنات، الا كانت لكم في الثلاجه ملي تخرجوا تخدموا بها خليوها حتى ترجع عند درجه حراره الغرفه باش ما تجيو تطلقوها ما تعذبكم شي، حيت في العجينه تعرفي فيها الزبده فراه كتشبر كتقصح في الثلاجه. خرجوها حتى تطلق راسها عاد تخدموا بها. هنايا جيبوا جوج ديال القطع بلاستيك او ورق الطهي اللي بغيتو، وبداو تعملوه بين العجين العجينه في النص والورق من تحت ومن فوقي باش ما تضطروش تبقاو تعملوا الدقيق. العجينه كتبقاو ترشوا للدقيق وتطلقوها كتبقى تقصح، فهكذا افضل شيء. صافي غنطلقوها. بالنسبه للسمك ديال البنات هنايا جوج 3 مليم ماكسيموم، ها هو ماشي رقيقه باش ما تجيكمش العجينه رقيقه والتمر بزاف، وماشي غليطه عاوت تجيكم غليطه. نقطع هنا بالكاس بالنسبه للحجم ديال الحلوى على حسب الدوره ديال الكاس اللي غتقطعوا به. انا هنايا الحلوى عملتها الحجم ديالها كبير ماشي صغير. المهم انا هاد المره بغيت الحليوه ديال التمر القديمه التقليديه بالشكل ديالها بالزواقه ديالها بكل شيء.
صافي غنجيبو ديك القطعه ديال التمر وغادي نخشيوها في وسط العجينه ونشدو عليها بهذا الشكل هذا، نعوضوا الجوانب. كتجي هكذا البنات بحال هرم، يعني الشده ديالها من فوقي مجموعه بحال اللي كتشوفوا معايا هنا في الفيديو. كنعوض هذوك الحواشي ما يبقاوش يعني حادين، غير كنجمعهم هكذا، ديك القناة حتى هما كنجمعهم ما يبقاوش رقاقين وصافي، وكنكمل الكميه كامله بنفس الطريقه. قطعه ديال التمر طبعا الا جيتو تنزلوا التمر جبرتو بزاف ولا هذا كتنقصهم هذيك القطعه، كذلك الدوره ديال الكاس تقدروا تبدلوها. صافي غنشكل الكميه ديالي بهذا اللي دو قطعت دابا، كيمشيو عبار واحد البنات ملي كتكونوا عندكم العبار ديال التمر مقدد وكذلك العبار ديال العجينه مقطعه بالكاس كيمشيو لكم الحليوات عبار واحد. سهله في التحضير ديالها الحلوه ديال التمر البنات، كاينه بزاف ديال الطرق ديال التحضير ديالها، وكاينه الطرق الحديثه دابا اللي خرجت بالقوالب الخاصه، ولكن كتبقى التقليديه هي الاجمل سبحان الله العظيم. انا بالذات في الماكله في العطه ديال الحلوه كتعجبني هذا الشكل هذا، كيعجبوني كاملين اخرين المنظر وكل شيء والطعم راه هو واحد، ولكن صافي مرتبطين حنا بهذا الشكل الحلوه ديال التمر، صافي مرتبطين به، واخا كنعدلو وكنشكلو كيبقى هذا هو الشكل الاساسي ديالها. غنزوقها هنايا البنات باللقط. بالنسبه لي اول مره كتستعمل لقط او لا مبتدئه، هنا في الحلوه ديال التمر كنقرصوا القرصه رقيقه، دابا نبين لكم في الفيديو البنات. كاينه جوج ديال الطرق، تقدروا تعملوا قرصه غليطه بحال دابا انا خدام قرصه رقيقه، شوف كنجبد شويه ديال العجينه وكنقرص، كتجي زواقه مزيونه كتجي بحال الطرزه. واذا غتعمل زواقه غليطه كتقرص عجينه غليطه، فبالحق التقليديه بحال اللي كنقول لكم القديمه حلوى التمر كتخدم بهذه الطريقه هذه. دائما البنات هذا المرشم اللي كان والنقش اللي كنقشوا به، اذا شفتوه كيقرص لكم العجينه كيقطع العجينه دائما عملوه في الدقيق، حيدوا زوائد العجينه اللي تهزت فيه مثلا وعملوه في الدقيق دائما باش ما يقرص لكم شي العجينه. ها غاب بلاتي كميه اللي عدلتوها، زوقوها حلوه البنات كامله كتبغي الخاطر باش كتجي مزيونه ومتحفه بهذا الشكل هذا. صافي شوفوا معايا الشكل كيفاش كتجي متقونه وكتجي بحال الطريزه. هذه هي الزواقه ديال الحلوه ديال التمر القديمه، هي هذه كتجي بحال كعابه مزوقه. وغنكمل البنات الكميه ديالي كامله بهذا الشكل هذا. البنات لهاد الوصفه مضمونه، عدلوها على ضمانتي سواء بالشكل سواء بالطعم كتجي رائعه. حلوه التمر تبارك الله ما كاينش الضر اللي ما كتعدلش، وكل سيده بيت عندها اللمسه ديالها فيها، وكاملين تبارك الله. انا كتعجبني الحلوه التمر، ولا مشيت عند شي واحد جبرت الحلوه التمر كان اكلها، وسبحان الله دائما كل وحده عندها الحلوه في شكل وكاملين مزيونين، كاملين تبارك الله مزيونين. ها هي كملت التزيين ديالها، انا كنسربي الفيديو هنايا. غنكمل العجينه ديالي بنفس الطريقه البنات، نطلقها ونشكل. انا هنا بدلت الكاس، صغرت شويه الكاس، الحلوه الاولين عملتهم بالكاس الدوره كبيره، وهذا صغرت شويه تقريبا واحد 2 ملي مصغير عليها. ها هي اللطه ديالي البنات. الفران دائما البنت الحلوه الفران مهيل، الى الفران دبوطا عليوا اللطه بعيده على العافيه باش ما تحرق لكم شي من تحت، وخليوه حتى كتشوفوا من تحت خذا اللون ذهبي وكتشعلوا ليه من فوقي. هادو اللي بقاو لي ديال التمر البنات غندخلهم مجمد هكذا حتى يقصحوا، عاد نحيدو نعملو في حبواطه نهار اللي بغي نعدل بهم الحلوه يكونوا عندي واجدين. الحلوه ديالي البنات بعد ما طابت ها هي بحال اللي كتشوفوا. بالنسبه للحلوه ديال التمر البنات خليوها في اللاطه حتى تبرد نهائيا، عادك حيدوها. شوفوا التحميره البنات عطيو غير الوقت في الطياب، الطياب طيبوها العافيه مهيله تجيكم التحميره ذهبيه. الحلوه التمر ما تتحمرش اكثر من هكذا، يعني خصك تبقى اللوين ديالها ذهبي او ابيض، ما كتحمرش اكثر من هكذا، هذه التحميره ديالها. وبالنسبه للتقرمشه البنات والطعم ما نقول لكمش، ملي تبرد حيدوها البنات وما تعملولهاش السكر كلاصي حتى تبرد نهائيا، عاد عملولها السكر كلاصي. بحال اللي كتعرفوا الا كانت سخونه عملتو السكر كلاصي، السخانه كتذوب ديك السكر فوق منها. هنا غنخليها تتبرد انا عاد كنفندها في السكر كلاصي ونوريها لكم بعد ما كملتها.
بنات الحلوى ديالي هي هذه الحلوى التمر التقليديه معشوقه الجماهير اللي ما كتختارناش في كل عيد من الحلويات الرائعه. انا بالنسبه لي ضروري وضروري وضروري ان هذه الحلوى تكون. نتمنى الفيديو بنات عجبكم، ما بقى لي غنقول لكم شكرا للمشاهده. بدوركم بارطاجيو الفيديو مع صحابكم وحبابكم اللي اول مره كتزور القناه، كنقول لها اشتركوا وانضم لعائله شيمات ام زينه باش توصل معنا بالجديد مجرد ما كنجدوا في القناه. شكرا للمشاهده والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.